ده بس اتزهرت. 50 جنيه منك ل 200 جنيه مني لو دي ما ظهرت. ممنوعات يا صاحبي. اسمع بقى، انزهرت وقاعد بكتب في ام البنات بقاله ساعه، انزهرت لو دي ما ظهرتش يا عم. انت بس انزهرت 50 جنيه منك ل 200 جنيه مني لو دي ما ظهرت. ماشي، انزهرت. تعالى تف في وشي. على اتفاقنا. تعليمي مش هقول حاجة تانية. بيضة صح؟ بس باينة صح؟ أم البنات. أيوه. باينة بس بيضة؟ المسا ده جاي من ابو البنات لام البنات، الكلام خلص، الرومانسيه اشتغل. ايه يا جدع، ما صورت ام اللبنانيات. ام البنات باينه.